بكم مشاهدينا الكرام إلى عدد جديد من برنامج وش رايكم. اليوم حبينا نعرف رأي الشارع الجزائري حول ظاهرة الرمي العشوائي للنفايات في الجزائر، تابعوا معنا. رأيي شخصيا أنا أن المواطنين يحترموا الوقت والعمال تاع البلدية هما كيخدموا في خدمتهم، ماشي هو المواطنين. كاين بعض المواطنين ربي يهديهم هما اللي ما يحترموش الوقت، وكي نورمالمون كي مداري البلدية مدايرة فرد وقت على الوقت اللي يفوت عليه جماعة لابوبال، هما كيهزوا يخدموا في خدمتهم، حنا اللي ماناش نحترموا في الوقت هذاك برك. لو كان ننظموا رواحنا حنا ما تكونش لابوبال هذه. نقدر نقول انايا 70% من لابوبال، يعني الطفل الصغير مسكين هكاك هذيك هي نيته، ياكل شيبس تاعو ويطيش لابوبال، فيتاجي ثاني ياكلها ويشربها ويطيشها، من بعد راح تتراكم، هو كلش تراكم، تراكم يصرى هذه الحوايج. يبقى النصيحه اللي نقولها الاب ولا الام في الدار تقدر تعطي واحد الابداع في التربيه، انه تفهموا باللي كي يشري حاجه وياكلها وكيما كلاها كيما هذيك الكارت هذاك يعاود يحطو في جيبو. الشعب تاعنا هنا باتني مش امورات ومش واضحه اختي، كون جاو سما امورات واضحين قال يديروا لهم تاع ليطو هذوك يطيشوا فيهم حاشاك ليطو تاع الاخر، راهم كيما نقولوا كل الحي تاعنا يكون نظيف، ماذا بينا احنا نلقاو الولايه تاعنا نظيفه والناس كل تشكر فينا، وماذا بينا كي يجيو عندنا المواطنين يقول لك ما شاء الله. المواطنين اللي ما عندهمش الثقافه هذه تاع ما عندهمش الثقافه تاع التنظيف تاع النظافه اللي يجي يطيش هذه، لازم سما نديروا مبادرات كيما يقولوا باش نعموهم في الوطن الكل، باش تكون الثقافه هذه تاع النظافه. ولو مام لي بوبال حاشاك ماهمش منتشرين بزاف، سما قال انا عندي شكاره زريعه كملتها ما كانش وين نطيشها، ما كانش لي بوبال هكا تلقاي وحده هنايا باش تزيدي تلقاي وحده تدوري بزاف، سما نطيشها في الارض. الرسول صلى الله عليه وسلم اول حاجه كيوصانا بها شي هي نظفوا افنيتكم ولا تشبهوا باليهود، هذه كانت ثقافه في العالم الاسلامي من قبل 14 قرن. حنا نحكيو درك حاليا درك شي دنا الجبين يعني شي مؤسف. ومن ناحيه اخرى السلطات البلديه تحمل المسؤوليه، لماذا؟ حتى كي يكون عندي امر اوساخ مجرد أو مجموعه اوساخ في يدي وين نرميها؟ ما كانش المرافق وين نرميهم. ومن ناحيه اخرى الشعب المرافق يفسدهم، تسمى هذا بالنسبه لي انا رايي الخاص في الظاهره هذه الرمي العشوائي، احنا نتاسفوا له شيء مأسوف يعني. الى هنا نصل اعزائنا المشاهدين الى نهايه عدد اليوم، نلتقي في اعداد مقبله في امان الله.